طيب الخديم ولد الخديم وابن الخديم الخماس هو خدام وكيعرف حقه ناشط محزم المنجل البالا والفاس خضار جزار نجار حفار وكنا خضار جزار نجار حفار وكناس خياط حياط حسان لبان وكياس قهوجي صنايعي ذباح فلاح وعساس موال جوال حمال وحماس يكسب بشعال من حرفة معها الظل بطالة والمعيشة بالهفة مع الازمة وطلوع الكفة وفراغ القفة والريان تايا الفق يتغلغل خفة وتجيه الزفة وهاي شوربة بطاطا ورق يابش هيا شوربة بطاطا ورق يابش دوي شيش براول وعاد كوشة بالشلاطة وبيري بلاش وكتلة صوص شيف دجاج بالروز دوبلي وعد الحل مشوي الشلاطة وبيوري بلاش وكتر لخصوص الشيف لخصوص الشيف المشاري لا يستنى مازال شيف انا لين وجد ما تقلقش شكون هذا اللي مقلق قاعد ايه هذاك يبلع ما ياكلش ياكل يشبر احنا وياكلنا معليش خف شيف خف شوي روز بالجاج اسمها السيدي من بعد بارك الله عليك Thank you.
يا هودان داني داني وداني داني هودان داني داني يا هودان داني داني وداني داني هودان داني داني يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك. جابوا؟ قالوا جابوا. وين تا جابوا؟ هما جابوا بصح باش نقول لك وين تا جابوا الله اعلم وقت جابوا. والله لو كان جابوا لو كان علموا. انتوما شكون قال لكم باللي جابوا؟ يا خويا انا راني نقول لك باللي جابوا وماش قاش حاول تفهم باللي شكون اللي قال جابوا. في ميزك جابوا بزاف على خاطرش لو كان ما جابوش بزاف يا ودي بالك ما جابوا والو غير انا واقفين باطل. يا قلت لك باللي جابوا وانا سمعت باللي جابوا وقالوا لي وعندي الخبر باللي جابوا. تعرف صاحبي لو كان هاد المجيبه صحيحه تعرف شا يجيبوا لنا ونجيبوا فيهم؟ اذا جابوا يهنونا يهنونا باش ما نروحوش حتى لهيه ونجيبو لهم غير هنا ويجيبو لنا وك 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 غير مجيبه مجيبه. الله يجعلهم جابو لنا. ربي 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 لو كان غير يجيبو لنا هذا كلشي على خاطر هادوك اللي جابوهم يحكموا فينا يا هما هما اللي جابو لنا هنا صاحبي. بصح قول لي واش جابو وكي داير هذا اللي جابو؟ اي لا جابو كيما الخطره اللي فاتت الله لا يجيبها. ما خا لا واق ما خال واقع ما غ ما غ ما غ لا واقع ما غ لا ما غ لا واقع أحوش مغلوقة قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه. سيبون كما عرف أقعد. مساء الخير. يسر التلفزيون أن يقدم إلى المشاهدين الأعزاء
شخصية فذة في عالم الأدب والخيال وعلم الكلام والأقوال. طبعا هو الدكتور نجيب شعيب الذي اشتهر في العالم العربي بقصة ماذا يقول الأبكم وقصة قول على مقال التي منها يحدثنا الدكتور، وخاصة عن شخصية ابن المقوقل. تفضل دكتور. يقول ابن المقوقل القليلي المقالة المقول عنه وهي قليلة فيما أثير عنه من الأقوال، قال قل وبعد ما قال مقالته التي قيلت أقوالا وهي كما قالها نفسه، قول قليل فيه قلة وبركة. لكن يا دكتور كيف قيلت هذه المقالة؟ قول يقول أنها قيلت مقلقلة، هل هذا قول صحيح؟ يقال على عدة أقوال، لكن متى قيلت المقيلة المقالة عن قوله هذا؟ يقال، وهذا نص المقولين وهم قلائل، أنها قيلت مدة قيلولته. نعم نحن نعلم أنه قال وقال وقال وقال، ولكن ما هي وجهة قوله؟ هناك قول شرقي وقول غربي وقول أفقي، أما القول القاعدي فلا يعتبر قولا باتا. المهم، هل فهمتم قول ابن المقوقل القليلي؟ أودي أعطينا قولوا بلا ما خليه يقول. يا دن دن دانك داني دن داها. من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل. ولكم تخزروا فيها. بين تكرهوني ولا تكرهوا حرفتي حفار قبور خوفكم حفار القبور حفار قبور يا لطيف. وش سنة اخويا وش سنة وش نسلكم قاعد نحكموا وقاعد فوتوا هنا راكم دايرين وما راكم دايرات ديروا جناح طيروا بصح قاع تنزلوا وقاع تفوتوا عندي بالواحد واحد نحفر لكم مقبوركم. أنا خدام على روحي خبزتي كل يوم نحفر عمري ما نريح لا خميس لا جمعة لا عيد يا ما عنديش الراحة الحوادث الأمراض المصايب كثرة القتايل الأكسيدانات
أغريسيون، البحر يدي، الزلازل تسرط، الحرب تمدغ. كاين اللي يجيبوه طراف طراف لحم، نحفر له على حسابه يسهل لي الخدمة. أنا منظم، نحفر ونقيس روحي فيه، ونحفر بالميدرة، إذا طويل نطول، وإذا قصير نقلل، وإذا عريض نعرض، كل واحد على حساب الأعمال والحكام والقضاة وصحاب الدخلات والخرجات وصحاب الحطات واللعبات والكد والبغض والظلم واللملم التنفيق واللسان طويل. ابني وعلي روح وخلي حيت يديك وحيت يجيبك واللات والجري وقلك خوف ربي. اعتبروا روحكم من دروك كلكم راكم مقبور، مقبور تتمشى كما اصحابكم اللي فاتوا على يدي. كاين وكاين فكرت الموت. هما جابوا والقبر جديد. راكم تشوفوا كاين لي جمعاه ناس قلال، وكاين لي جمعاه خاشي كبير، بلوطهم كروشهم مدلية ويضلوا عاطينها للهداري ولزفرات، ما يتذكروا ما يخافوا من الموت، مقلقين ما يستنوش حتى تفينا، عجلانين على الدنيا راجعين لها. المغرورين جاء يجيبكم المانو عندي. الكيس من دنا نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. جمهورية بالقناطر، الوطن بالقناطر، المجاهد بالقناطر، الثورة والعمل بالقناطر، النصر بالقناطر، بالقناطر، بالقناطر. هكا خلص واحد وطن. لا
القناطر. جمهورية؟ عمي غير وراي جمهورية. جمهورية راها فوقك يا وليدي. شوف شوف بالك تقدر تلحقها. تلحقها يا وليدي ماهيش بعيد. ولا فوت لها الجهة الأخرى. الجهة الأخرى تلحق. قناطر لحقتها؟ نعم. قناطر جمهورية. قناطر مجهز شاب دوروا العمل. قناطر عندك شاب. الشاب راه تحت كرعيك. رفده رفده. بالقناطر جمهورية. بالقناطر شعب. بالقناطر المجد. قناطر الوطن. بالقناطر المجد. بالقناطر الثورة والعمل. بالقناطر النصر. بالقناطر بالقناطر بالقناطر. هاك هو سي شعيب كيف عليا. صحيت صحيت سي شعيب صحيت. بارك الله فيك. حتى انا كنت شويه بردان. بالقناطر جمهورية. بالقناطر بالقناطر الشعب. سي شعبان اقرا لنا واش راهم يقولوا في الجرايد. انت ديما تجيب لي قهوه. اقرا اقرا انت ما نخلوش عليك. هادي واش نقرا سي شعيب. غير الخرطي الكد في الكد. بالقناطر بالقناطر. تحروا الصدق وإن رأيتم أن الهلكة فيه فإن فيه النجاة. ديري في بالك يا مرا راني متعب ونسعى ونكوكلكم بالرزق الحلالي على خاطركم وعلى خاطر ولادي اللي راهم قدامك. هما كل شي بالنسبة ليا. هما آمال المستقبل. هاكي تشوفي راني ندير مجهودي باش نقريهم ونربيهم تربية حسنة باش نرجعهم صالحين ان شاء الله. منين نجي للبيت ونشوف شعرك مشعطك طب الله مشيت ولباسك انت على الدار مسخ وتبدي لي بالشكاوي عند الباب تدير لي الكلام القبيح. اذا سالتك على الطياب واش راكي دايرتنا الفطور والعشاء
ترهدي في وجهي وانا غير ساكت ونمص في الملح صابر على حالي. ويدا جاني ضيف عزيز عليا نلقاه نستقبله ندخله البيت الضياف. تبدي تسألي كل المحكمة شكون هذا اللي جا وعلاش جا وشا وينش عليه قعد واش يديروا له واحرز روحك. دان دان دالي داني داها داني دالك يا دان داني دالك داها ودالك يا داني دان داها داني دندها ومنين تجي أما المسكينة باش تقعد معنا في البيت. بعد ساعة تنودي تعمري فيا وتعيبي وما يعجبكش الحال. تخسريها معها وتتشارقوا بعضكم بعض حتى ترفد كساتها وتروح تدلل عند خويا ولا عند اختي. علاش علاش راكي طايره يا مرا علاش؟ يا دن دن داني داني دن دها داني دانيك يا دن داني دانيك يا ها ودانيك يا داني دن داني. علاش ما تنعليش الشيطان وديري كريعاتك في مويها يبردو؟ ولا راكي باغية تفزي العشرة؟ أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله.
نعم 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 خدمة ادخل لي سال صح نعم نعم سيدي نعم نعم سيدي نعم نعم أوامر تنفذ لا 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 كلك هني ما كاش مشكل ما كاش مشكل صح نعم طلبت باش تشوفني لا في الحق انا قلت لا اسمح لي اسمح لي قطعت الحسن من فمك معليش معليش الو اهلا كيفاش صافا الحمد لله هو راك عارف اونسيان مناضل هو حتى نقولها لك ولا طب سجلني معكم لا كيفاش قولي يا الاخرين ما عندهم شو زادوا ولا ما هذا شوف 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 تن سجلها على مرتي باش هكا نغلقوا فم الهدارة والحساد ده انا خاطي 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 وي وي الباي لا الباي تاعك بغيتها كيما الخطره اللي فاتت لا غير تجي راك تعرفني ملخص لها اخوك لا صح لا لا صنطور هيا اوكي مع السلامه صح نعم واش كاين طلبت باش تشوفني لا في الحق القضيه انا نتاعي اللي بغيت اسمح لي تقطع الحسن من فمك معليش معليش الو اهلا كيفاش راك ما جابولناش لاباط نتاعنا لا هما يدو احنا ما ندوش ولا اسمع لا بغا ندو 100 خطره واش عنده فينا الى دينا وزنا دينا لا 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 وين ما يجيبون ندو في كل خطرة ندو والله يا سيدي طلبت باش تشوفني نعم واش كاين راك عارف مع التليفونات المشاكل راس ما باغي تفتكرش تفضل يا هلا في المشاكل شوف انا في الحق جيت نزورك باش نقول اسمح لي اسمح لي قطعت الحسن من فمك ها معليش الو اهلا كيفاش راك كيف راهي الاحوال خارجه وين باريس لا سويسرا مع المعلم وشعل شعل بالمين شعل دو سمان لا لا انا 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 نروح في بلاصتها ما يروح حتى واحد المسؤولين لا اودي هما عندهم خدمه بزاف بغيت المؤسسه تحبسني انا نروح سجلني قول لي انترينو شعر فيها ديفيز خاطيك صح اوكي صح اسمح لي قطعت الحسن من فمك ايوه اهلا الو اسمح لي قطعت الحسن من فمك الو الو وين الو اسمح لي نكوبي با نكوبي با الو اسمح لي انت تاني قطعت الحسن من فمك اسمح لي شوف انا جيتك هنا باش نكوبي با اسمح لي اخويا قطعت الحسن من فمك نكوبي با صحه
وي نعم وي استنى وي الو نكوبي فاز واه اسمح لي قطعت الحسن من فمك اسمح لي قطعت الحسن من فمك معليش معليش الو الحسن الو قطعت الحسن من فمك الو اسمح لي قطعت الحسن من فمك شالوها بينتها مرحبنا بركاكم بركاكم الله يشفي الله ينعل الشيطان انعلوا الشيطان يا جماعه انتم ابني عم انتم ابني عم عليه راكم دابزين انت اسكت على ما تنعلوا الشيطان اسكت قلت لك انتم ولاد دوار واحد ونعرفوكم شوف يا سي شعبان مقران نضربك بضربه وتشوف نجوم في معسكر الكسول العلوي وانا نجيب لك مطرق قلب وزن القصبه يقصبو وظهرك نرجع لك طبل لهنايا دوك تشوف شوف غادي نقطع مسلو الزبوج مشوك ونشوف على جوج صحايك تفوك من كرعيك حفيانين وجبد تعطيه جبد تعطيه جبد تعطيه نحملك تحميه الشي قدور القناديزو نطيب لك الكرعين الشهر وما تخرجش من الدار انايا دوك تشوف اقبدوني علي اكذب الحاج اكذب حاول تنعل الشيطان سيدي وحنا على جنا وجهر بالعالمين سيدي وانا يا كتفك من يديك ومن كرعك ياك ونفرغ عليك على عسل ونقرب بحدك شبع رزوز يقرسوك وشواري دبان يدغدغوك وافافين وفان انا على الشيطان اصحابنا باركاكم يرحم والديكم ما كاش لي الدخل اليوم نكمل معاه شوف غادي نربطك مع شجره ياه نجوعك ونخليك للشهر ثلاث ايام من بعد نجيب الحطب ونطيب مرميطه طاجين بالبطاطا واللحم قدام عينيك هاك انا ناكل وانت تشوف بعويناتك واللي يبقى نفرغه للكلاب افتاته ما تحشي بطنك وعلاها بن عمي راك باغي تهكا وانايا نوكلك صندوق السردينة في السخانة والصمايم ونرويك بزوج يطر البنا حمضة ومن بعد نكتفك عند الشجرة في القايلة تنجوع روحي لك راكم تشوفوا يا جماعة دروك ندخلك للحمام ومنين تحمام ليه وتبدا تفور نطلع على فريستك تيقنطوس وسكينة كبير نخلط مع الحرور وسزافين دار نكديك وانايا اللي تشوف هي نربطك فوق ظهر بغل معظم لا بردعة ولا حلاسية ونعلق في عنقو ابطان تدي بخانزة يشمها ويهرب بيك ويتلعك اسكت ما دخلش ويتلعك ترتلخ هتلقوني عليها عباد الله هتلقوني عليها فدا فدا انا على الشيطان يا سيدي حق دينا نسلكم بيناتكم زيدا حق هذا المصحف العظيم اذا تتعانقوا قدامي وتتصالحوا ابنوا دواركم لهدمه الاستعمار ولا بغيتوا تشدوا الشمل ودابري هنا ولا
تصالحوا تصالحوا اخوتي تصالحوا. هذه حصه حول مجله المراه. قل لي خويا واش رايك في قضيه المراه؟ المراه هي المراه اللي نرعوا فيها الغلم والبقري والزويل. هي هذه 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 قبالك بنتي كلها مراه. ها ها شوف انظري مليح. خلاص شكرا. مساء الخير العجوز، ما هو رايك في قضيه المراه؟ المرقة حارة، الحمى غلا، المرقة مسوسة، أنا عايشين حل عيشة. مساء الخير، وأنت أخويا واش رأيك في قضية المرأة؟ المركة نتاعنا تبع المركة نتاع فرنسا وتاع إنجليز، بصح محال، برك تسنى وحدها. ما هو رايك في قضيه المراه شيخ؟ ارفعي صوتك بنيتي مانيش نسمع مليح. ما هو رايك في قضيه المراه؟ المراه المراره انا ريحت منها بنيتي، يا كانت معذبتني غير قلعتها ريحت. المراره مصيبة بنيتي مصيبة، الله يقطعها. اقطع هيا ساتور قضية المرأة. هيا ساتور قضية المرأة. ما هو رأيك في قضية المرأة؟ قضية المرأة. ما فهمناكش يا بنتي، وش تركي قصدي؟ فالاصل احنا ما عندناش قضيه على المراه. لا هي شوفي المراه عندنا مسقمه في بيتها وبين اهلها محترمه وتتمتع بحقوقها اللي كتب عليها ربي ومتعلمه، هي ام بنت واخت وتوجديها حتى في الجهاد بنيتي. وكاين تاني اللي هاكوا هادوك بنتي، هادوك نتاع بكري راه مسكرين عليهم الروميات والتشيكات، وما بالك عندهم هاد القضيه اللي راكي تقولي عليها بنتي. احنا ما عندناش بنتي، لا ما عندناش.
ضربوا لنا هذا اسبوع كامل ما لقينا والو. كاين غير بابو اللي بيجي دابا باش بابو تاعنا يمشي. هذا مالك كان تجيب القمح والفارينة والعدس والحمص والجبن اللي خاصك في الدار تجيبه، وفرنسا فرنسا تجيب السرية والبطاطا، اسبانيا اسبانيا تجيب البينة، انجليز القهوة واللاتاي، واستراليا تجيب اللحم. هم 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 اودي هادو كلا راك تشوف فيهم ليلة هادو قاطع هم هم كيل ركام حينك. شوف شوف شعال بابي احنا نبانو معهم كيل فلايك هم حينك. هذا شوف هذاك اللي راه رايح هذاك انت انا هذاك راه ديت تمرطع العرجون ما على بالكش داك الشباب هذاك داك الغالي البابو داك الكبير هذاك والله ولا انت انا هذاك راه مصوب غاشي ما على بالكش هذا من استراليا هو كندا ما نعرف وين خلي جيبوش من يتم عشان يتباعوا في الخارج تاني. Thank you.
وليدو. صباح الخير. شنو هذا؟ ما كانش قاطو؟ وشنو؟ انت شنو كنت كونفيتور ولا مرات في الحليب ضيعون؟ هذه فطيرة دارتها جدة. وين مشى بابي؟ شكون بابي؟ مشى الستة ضيعون. بوش ها بوش شايبو مشايبيش رايز قيبك ازرق ازرق اقع لبالي ما مشلش خالك غاول 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 غاول
اشفع لي. ها تقلق هكا انت يا واش نسيت ولا شفت باللي عندنا موعد؟ ها اللي خليت فيه في السنة شفتها عندنا بوم لا اي اطلع خاوة عند بالي الغدانة يا وسط قل لي انت يا بابا بابا Tu m'as apporté la cassette dont je t'ai parlé? Ya ya, Allah il est chez toi. Tu veux toujours. مش فيها شوية شلع بالك إن هذي البادي ما بل مش بنيا مش بنيا. أبي أبي نجيب لك إن شاء الله يا. أوكي. سبيع. سبيع سيا. إيه سيك. سميك لا لا با. خم الله خل الله كل يدي دي جامب. سبعة صار. بالك. شتي وقول مد واحد تشتاق وقع هني لا. نوعين. إيه شو تبغى كمبري لأن. وش سمعت؟ أتكلم مش بك. ايش لك سيك داك بدي كم زكي صوصي بتي كوك ميكو هادو دابيتو دي بارل ايه وي اللي مرحش من ايه انت تتكلمي معه قولي له حاجة ابي واش بصام لعد موسيقى سي سوبر شادور سامو مليدو الحشرة في الفخيلغو يمه اجانا اليوم الكسكسي ولا ساعة سمحت راه الخمسة وعشرة أيوة. الحار هو يا راجل شرا باقي لنا المغرب نروحو ضرب باقي الكارتيل اللي غادي وانا رايحين بينا نروح ضرب في الكارتيل ها
السلام عليكم يا جماعه. السلام. مساء الخير. ما جاش؟ رانا نستنوا. مازال ما جاش. البارح استنينا واليوم استنينا وفي ديال العشيه رانا نستنوا ومازال ما فاتش. ايوا شفت راه هبطا هو اللي يتاخروا يعني كل يوم يتاخر. سمعت خطره تيجي وخطره ما يجيش. احنا وزهرنا رانا نستنوا. اقعد معنا استنى شويه. اه عاود شوف قال رانا نستنوا. ضربوها كي العظلم فين يا الجد. ها بدات تنزل نفها هالاخرى هالاخرى اخلا عرف هذا وفي الطايره بنعم. راهم طايرين راهم غير يزيدوا يصنعوا. وين راهم رايحين؟ وين راهم غير يزيدوا ويخلعوا فينا. هذا ميغا. لا 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 هذا روبلان ولا ميراج. واه لا لا هذا يكون غير بوينغ ولا جنبو جيشو. اوه ما يكون غير كوفتير. كوفتير وبالك صاروخ. مساء الخير يا جماعه. الخير. شراكم تستنوا؟ انا استنوا في كارنا. شرك الركب فات والحال فات. استنوا يا جماعه استنوا. ريا ريا هذا يبقى بصح يوصل سالم. عندك المخاخ؟ المخاخ ما بقاوش يا وليدي. وين راهم؟ يا حسره على المخاخ. قاعد داوهم وشراوهم بصح راه باقي ما لسانت. كاين لسان طويل ولسان قصير. صح صح صح. وعندك القلب؟ هيا حي. لو كان جا عندنا القلب لو كان رانا ما بقاناش يا وليدي. القلب ما بقاش. الصراع على القلب اللي كان عندنا. اما لا قول لي الريصان ما عندكمش. كان عندنا واحد الريصان صاحبي فحوله بصح راهو اللي داواه اللي باعوه البيع باعوه. عندنا هذوك عصان القدام. شوف شوف السلعه. شوف كاين اللي يقولوا طايحين كاين اللي ناطحين على تيريس كاين فيهم النعجه والفرطاس والشرف. قول لي تدي هذاك اللي سنه مدلي ولا هذاك اللي وري في سنيناته؟
حتى هنا بغينا نبيعوهم ونكملوا معاهم قبل ما يفوحوا ونقيسوهم. هيا تدي نقعش تاو لا 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 شوف يا وليدي غدوة ان شاء الله النهار مبروك غير يبان الحال في الصبحية راهم جايين واحد الرئيسان تنقول جدد بويدين زينين فيهم الفال وفحلين صاحبي فحلين مقيين هاو سلعة بلادنا يا وليدي مليحة هيا صح شوف ادي هادوك ولا ادي هاد الكرين لا لا راه منهم بزاف هادوك آنستي سادتي إليكم موجز الأنباء استقبل ودشن واجتمع مع وزرى وحكم وضرب وسجن وذبح وريش وسلخ وأخيرا استورد كمية كبيرة من البيض ولد الدجاج الأبيض بديلا بالدجاج الأسمر المحلي وإليكم النشيد للمجموعة الصوتية الشعبية قط قط
يبدل الخدايم ديما القدايم يا ياو ياو يا محيني وتعب القوايم خدم الليالي والسمايم كثروا عليه الفهيم وحلم النعايم وراولوا الجنة بجنانها وخرجوه سحرة هايم الدين للرقبة وهو ديما صايم قفزوا به اللعبة ظنوه متورك نايم الغربة النسورة والذيوبة متفقين مع الرعاين وصحاب الحكايم الحق ما شاف منه فتاتا والكذب بالقناطر والباطل عايم ما طاقش الطرطق جابها في عمره صار ما صرا والله الدايم صوتوه ضربوه صنصلوه عذبوه عدموه جرحوه طنحوه حزبوه فرقوه فقروه عروه جوعوه رقصوه زلطوه جردوا من دينه بعدوا على اخلاقه وخسروه بزدوه والكيف والجرايم والسرقة والطمع وفي الذنوبين